بطولات خالدة سطرها الجيش الأبيض، هم بالفعل الحلقة الأساسية في معركة الإنسان مع الأوبئة، منتشرين في المستشفيات الميدانية ومراكز التطعيم لإنقاذ البشرية. رحلة التحدي ما زالت مستمرة لرفع راية الانتصار. دخلنا السنة الثانية وإلى الآن لله الحمد، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل علينا هذه القوة في التحمل في مواجهة هذا البلاء وفي هذه الجائحة. يعني تشوفون المجهود الواضح للطواقم الطبية سواء في المحاجر سواء في المستشفيات علشان تريحون الطواقم الطبية اللي هم منكم وفيكم، لابد أنكم أيضا تتجهون للتطعيمات. منذ انطلاق المرحلة الأولى للحملة الوطنية للتطعيم التي استهدفت الكوادر الطبية الذين هم في مرمى نيران العدوى والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، اللقاحات تعتبر صمام الأمان لهم للوقاية من المخاطر التي تحيط بهم، مع ضرورة مواصلتهم في تطبيق الإجراءات الوقائية. بعد ما جت التطعيمات وبعد ما جت الفاكسينيشنز حق الكوفيد، خاصة حق الصفوف الأولى والطواقم الطبية، أدى ذلك إلى انخفاض شديد في الإصابة بالكوفيد بالنسبة للطاقم الطبي، وبالتالي انخفاض هذه الإصابات أدى إلى بالتالي بشكل كبير أن يصير عندهم أيضا راحة نفسية. مع ذلك إحنا لا نزال ملتزمين بجميع الاشتراطات الصحية سواء بالتعامل مع المرضى أو خلال تعاملنا اليومي كأطقم طبية خارج الصالات أو بعيدا عن المرضى. أيام عصيبة عاشها الجيش الأبيض لإنقاذ البشرية، وعندما رأت اللقاحات النور تبددت المخاوف رويدا رويدا بعد تلقيهم اللقاحات التي انعكست آثارها الإيجابية على الصعيد النفسي والاجتماعي. في السابق الحقيقة العديدين من الطواقم الطبية كانوا يخافون حتى الاحتكاك مع أبنائهم وأزواجهم، وبالتالي هذا انعكس بشكل سلبي على نفسيتهم ونفسية أسرهم. الآن هذا الأمر لمن أخذ التطعيم الحمد لله يعني انتفى، وبالتالي هم أخذ التطعيم هو لا يشكل حماية للشخص المطعم فقط، بينما يشكل حماية لأسرته. خاطروا بأرواحهم من أجلنا لتخفيف الضغط عليهم وللحفاظ على قوة ومتانة النظام الصحي، بادر ولا تتردد في أخذ التطعيم. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.